زيارة قضاة العفر وناحية العياضية للاطلاع على واقع الأبنية المدرسية في هذه القضاء وهذا هذه الناحية. طبعا الآن نحن في ناحية العياضية، هناك حاجة إلى بناء مدارس إضافية لعودة النازحين في هذه المنطقة. شهدنا طبعا بناء عدة مدارس في ناحية العياضية، لكن هناك حاجة ملحة لبناء مدارس إضافية. اليوم تم مناقشة الأمر مع تربية العفر ومع المهندسين المتواجدين في هذا القاطع، وتم تحديد قسم من الأراضي لبناء مدارس إضافية أو ملحقات المدارس. نحن طبعا راح نبقى متابعين لكل مفاصل العملية التربوية، سواء كان في بناء المدارس أو في أي نشاط آخر. اليوم تواجدنا في هذه الناحية لتحديد الحاجة، ومن ثم مشروع بإكمال المشاريع الخاصة بالأبنية المدرسية، وحتى الاهتمام الآخر هو برياضة الأطفال. كما شاهدنا طبعا من خلال زيارتنا للناحية الرياضية، هناك بناية روضة أطفال مقصوفة، وسيتم إن شاء الله إحالتها وهدم وإعادة بناء خلال عام 23، ونبقى متواصلين لدعم العملية التربوية في محافظة نينوى.